بسينما الروكسي بطنجة جمهور غفير من محبي السينما ومهنيها حضروا لافتتاح الدورة 17 لمهرجان الفيلم المتوسطي القصير، مهرجان يوفر للمخرجين الشباب إطارا للتلاقي والتبادل السينمائي وميدانا للتعرف على أفلام جديدة من كافة البلدان المتوسطية. كان افتتاح رائع وتم عرض فيلمين للمخرج المغربي فوزي بن سعيدي. سعدت بوجودنا، وخلال المهرجان هنتواجد في ندوة عن استراتيجيات الفيلم القصير وتوزيعه، فأتمنى أن احنا هنشوف أفلام جيدة سواء كانت مغربية أو من دول البحر المتوسط. ويشارك ضمن فعاليات هذا المهرجان 5 إنتاجات مغربية إلى جانب 40 فيلما آخر من دول البحر الأبيض المتوسط، ستفصل في أهليتها ومدى توافر عناصر الإبداع بها لجنة تحكيم المتوسطية جمعت ثلثا من المتخصصين في الفيلم القصير. هذه المسابقة اللي هي أكثر من تمارين هي حقيقة واحد الفضاء الكتابة السينمائية. الفيلم القصير ماشي غير يعني واحد المرحلة الابتدائية قبل ما الواحد يدخل المجال ديال الفيلم الطويل، فهي تمارين بحد ذاته وتعبير بحد ذاته. وتعتبر هذه التظاهرة الفنية فرصة سنوية للتواصل وتبادل الآراء بين الفنانين والمهنيين وصناع السينما من مختلف دول المتوسط، ومناسبة للتباري حول أجود الأفلام السينمائية.